بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول. هذا كتاب. ها حرف يدل على التنبيه، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة للقريب، مبني على السكون، في محل رفع مبتدأ. كتاب خبر المبتدأ مرفوع، وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذه مسطرة. ها للتنبيه، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. ذه اسم إشارة، مبني على الكسر، في محل رفع مبتدأ. مسطرة خبر المبتدأ مرفوع، وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أين السبورة؟ أين اسم استفهام، مبني على الفتح، في محل رفع خبر مقدم وجوبا. أو تقول أين اسم استفهام، مبني على الفتح، في محل نصب مفعول فيه، وهو متعلق بخبر مقدم محذوف تقديره موجود أو كائن. السبورة مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أين المحبرة؟ أين اسم استفهام، مبني على الفتح، في محل رفع خبر مقدم وجوبا. المحبرة مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. خذ القلم. خذ فعل أمر مبني على السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. القلم مفعول به منصوب، وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هات الكراسة. هات اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى أعطيني، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الكراسة مفعول به منصوب، وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا ورق. ها للتنبيه، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة للقريب، مبني على السكون، في محل رفع مبتدأ. ورق خبر المبتدأ مرفوع، وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. خذ الكتاب. خذ فعل أمر مبني على السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الكتاب مفعول به منصوب، وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ما هذه مسطرة. ما اسم استفهام، مبني على السكون، في محل رفع مبتدأ. ها للتنبيه، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. ذه اسم إشارة للقريب، مبني على الكسر، في محل رفع خبر. أو يجوز أن تعرب إعرابا آخر. ما اسم استفهام خبر مقدم، واسم الإشارة مبتدأ مؤخر. مسترة خبر لمبتدأ محذوف. التقدير. ما هذه؟ هذه مسترة. خذ الريشة. خذ فعل أمر مبني على السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الريشة مفعول به منصوب، وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أين الكراسة؟ أين اسم استفهام، مبني على الفتح، في محل رفع خبر مقدم وجوبا. الكراسة مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أين الورق؟ أين اسم استفهام، مبني على الفتح، في محل رفع خبر مقدم وجوبا. أو تقول أين اسم استفهام، مبني على الفتح، في محل نصب مفعول فيه، وهو متعلق بخبر مقدم محذوف تقديره موجود أو كائن. الورق مبتدأ مؤخر
مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا الحبر ه للتنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة للقريب مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. الحبر خبر المبتدأ مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والله أعلم بالصواب.